داكشي كيبان ليا كثير. تخيلوا معايا هاد البنت سكينه واحد المره بحلاوه اللسان وبالعفويه ديالها خديت خلاتني نشري من عندها البنان، واليوم قالت لي بغات تاكل جوج بلاطوات ديال البيض خضر، الا كملاتهم غتربح 200 درهم، الا ما كملاتش هي شحال تضربين بيضه خضراء؟ تحدي انت. انا اللي شاط نكملو. انتو مسلوقين ولا خضرين؟ الخضرين اش من مسلوقين؟ ثقه في راسك غنضربو. حضرني الرعده مشات البيضه انا ريحو تضربو. اليوم في الدار ابي شد الشراشه ايش دابا مصيبه طلبوا معايا يا ربي شوف عيني يا ربي عمخ انا اكثر منك تخاف شوف كي دايره ديزاني كنت كنتبعو كنقول يا ربي نتلاقى معانا في السيكتور ضربنا واحد اللعيبات كنتلاقى مع كنقول يا ربي ندير معاه شي كليب ناضي هذا راجل خدام معاه شوف واش جاب لها جبانيه 10 هك و10 هك غاديش دير التحدي نديرو هنا يلا بسم الله شوف الربع عليك وحلينا حلينا يلا تخيلوا معايا فما كتشرب بيه وقال لها ما تنفسيش مني هذاك الشيء كيبان ليا كثير عباد الله تتعطلنا يلا يلا شو هذاك الفيديو والله الا كتبان كتبرد عاود خاشي قليله هذه راه صغيره والله عاود زيد ربك عقلك كبيره كيفاش كنتي زيد زعما غنضرب ولكن هادشي راه العوامه هادشي راه ما كاينش في الواقع ناضي شويه والله في شويه الزلوف اصاحبي شد التليفون هي كدوي على الزلوف وقال لها راه نشد لك التليفون دي 100 درهم غادي لك برافو غيتا ما بقى والو انا غيتا وانا غيتا غيتا انا درهم ديالك بسم الله لكن 100 درهم ديالك واشرف تقاتل معنا قالوا 5 درهم هنا اخبارك بلاتي راه انت خاصك تعطي 100 درهم حيت اليوم غينعس حداك سلامه الخوت المره الجايه ضروري تحتي الجاي